بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فيقول المؤلف وفقه الله تعالى في حكم أهل الكبائر في الآخرة: أما مرتكب الكبيرة فله حكم في الدنيا وحكم في الآخرة، فحكمه في الدنيا تقدمت الإشارة إليه، وأن مرتكب الذنوب التي دون الشرك لا يكفر بذلك خلافا للخوارج، بل ولا يخرج من الإيمان خلافا للمعتزلة، بل هو مؤمن ناقص الإيمان. أما حكمه في الآخرة فأهل السنة والجماعة يقولون إنه تحت مشيئة الله، إن شاء غفر له ولم يدخله النار، وإن شاء عذبه ثم أخرجه من النار برحمته وبشفاعة الشافعين من أهل الطاعات. قول المؤلف رحمه الله تعالى: أما مرتكب الكبيرة فله حكم في الدنيا وحكم في الآخرة. حكمه في الدنيا ماذا يعتبر؟ يعتبر فاسق. هل يعتبر كافر؟ لا، أهل الكبائر ليسوا بكفار ما دام يصدر عنهم الإيمان بالله ورسوله، فلا يعتبر كافرا ولا يحسب من جماعة الكفار، وإنما هو مسلم، له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين. تقدمت الإشارة إليه في صفحة 214 بأن أهل الكبائر لا يكفرون بكل ذنب، ما يقال لهم كفار إلا بذنب يستحق عليه التكفير كالشرك بالله، أعوذ بالله منه. هذه هي العبارة الدقيقة، وتكون في سلب العموم، لأن من عمم السلب كعبارة الطحاوي، ومضمون سلب العموم أننا لا نكفر أحدا من أهل الكبائر بقبلة بكل ذنب، إنما نكفره بالشرك وما في حكمه، ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بدون ذلك. والله تعالى قد جعل الذنوب قسمين: إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. اقرأ هذا يا صالح. ولهذا قال الشارح صفحة 214: هذا حكمه في الدنيا، بارك الله فيكم، وسيأتي حكمه في الآخرة. ولهذا قال الشارح ابن أبي العز رحمه الله تعالى: امتنع كثير من الأئمة عن إطلاق القول بأننا لا نكفر أحدا بذنب، بل يقال لا نكفرهم بكل ذنب. لا نكفره بكل ذنب، يعني قد نكفره بذنب ولا نكفره بالذنب الآخر، بخلاف ما ذكروه بأنه لا نكفر المسلم بكل ذنب، يعني كل الذنوب لا يكفر بها المسلم ما دام حيا، وليس هذا بصحيح. نعم، فرق بين قولنا لا نكفر المسلم بكل ذنب، وبين عبارتنا هذه أننا لا نكفرهم بكل ذنب، يعني أن بعض الذنوب يكفرون بها وبعض الذنوب لا يكفر بها. ولهذا قال الشارح
ولهذا قال الشارح ابن أبي العز: امتنع كثير من الأئمة عن إطلاق القول بأننا لا نكفر أحدا بذنب، بل يقال لا نكفرهم بكل ذنب، فهذه هي العبارة الدقيقة، وتكون من سلب العموم لا من عموم السلب، كعبارة الطحاوي: ومضمون سلب العموم أننا لا نكفر أحدا من أهل القبلة بكل ذنب، إنما نكفره بالشرك وما في حكمه، ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بما دون ذلك، والله تعالى قد جعل الذنوب قسمين: إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فنحن أهل السنة لا نكفر أحدا من أهل القبلة بشيء من الذنوب التي دون الشرك، خلافا للخوارج الذين يكفرون بالذنوب، يكفرون بالذنوب، وقد يعدون ما ليس بذنب ذنبا فيكفرون به، والخوارج هم الذين ظهروا بهذه البدعة في عهد علي رضي الله عنه، فقاتلهم، وقد أخبر الرسول عنهم صلى الله عليه وسلم وندب إلى قتالهم، وذكر الأجر العظيم لمن قتلهم. إذن الذنوب فيها مكفر وغير مكفر، فكل ما هو من أنواع الردة فهو مكفر، كالشرك والتكذيب بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، والاستهزاء بالرسول صلى الله عليه وسلم أو بالقرآن. وهناك ذنوب اختلف العلماء في كفر فاعلها، كترك الصلاة، وقوله ما لم يستحله، أي لا نكفره بهذا الذنب إلا أن يعتقد حله، فإن اعتقد حله كفر، كجحد وجوب الصلاة أو الحج أو صيام رمضان، وجحد تحريم المحرمات المعلوم حكمها بالضرورة من دين الإسلام، كتحريم الزنا والخمر، لأنه يكون مكذبا للقرآن والسنة المتواترة، وما أجمع عليه المسلمون، وما اعتقد حل ما حرمه الله مما تحريمه معلوم من دين الإسلام بالضرورة فهو كافر، حتى لو لم يفعله، لأنه ليس من شرط ثبوت الردة بالاستحلال فعل المكلف لما استحله من الحرام. يعني أننا لا نكفر كل مسلم بكل ذنب اقترفه. واحد مثلا مسلم يصلي ويصوم حلق لحيته، وحلق اللحية حرام، لكن هل نقول يكفر بهذا الفعل؟ لا. مسلم زنى مختفيا، زنى مختصبا مختفيا، هل نكفره بهذا الذنب؟ لا، ما نكفره. مسلم قال الذنب الزنا حلال، ما في شك، يقول هذا ذنب حلال، أرض بس لا تجي المرأة غصبا عليها، لا تغتصبها، وإلا إذا وافقت بالدراهم والدنانير أو مجانا فاذن بها ولا تبالي. هذا ماذا نسميه؟ وأنا ما يقول ما أفعل هذا، أقول أنا ما أستسيق هذا، لأني ما أرى الزنا بأي امرأة. هل يكفر؟ هذا يكفر، لأنه استحل ما أجمع عليه بالتحريم بالضرورة. لو قال أنا أكفر من حلق لحيته، أما الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اجتنبوه، من فعله فقد عاند أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، هل نكفره؟ لا، وليس بكافر، هذا فاسق. والذنوب نوعان، نوع إذا اقتربه المسلم كفر، وإذا لم يقتربه وإذا لم يراه لم يكفر، ولا يتوقف على فعله من عدم فعله. قال أنا أحرم مثلا القهوة، أحرم الشاي، أحرم الرز وغيره من المأكولات،
نقول ايش رايك وراءه؟ قال هذه محرمه ما كانت موجوده في عهد النبي صلى الله عليه وسلم انا احرمها. يقول لا ما يسوغ لك تحريمها ويبين له الادله على حلها. يقول لا انا ما اقتنع. يقول اذا انت تكفر بالله انت مكذب لله ولرسوله. فاذا حرم ما اجمع على حله او احل ما اجمع على تحريمه كالزنا فانه يكفر بهذا سواء فعله او لم يفعل. فرق بين الامرين ان يفعل الشيء على انه مقترف كبيره من كبائر الذنوب هذا لا نكفره وامره الى الله. الآخر اقترف هذا على أنه حلال لا حرمة فيه إطلاقا يقول هذا ليس بصحيح وهذا يكفر لأنه رد ما أجمع عليه من الدين بالضرورة. فرق بين التحريم المجمع عليه والتحليل المجمع عليه إذا خالفت أهل السنة والجماعة في ذلك كفرت. أما الذي لم يجمع عليه فالأمر فيه في سعة يقال صاحب هذا الذي يحلل أو يحرم مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب ولا يجوز له ذلك ويحرم عليه ذلك لكن هل نكفره؟ لا. ولا نقول حنا نحن لا نكفر أحدا بذنب. هل يصح هذه العبارة؟ لا نكفر أحدا بذنب. إذن المشرك قال أنا مسلم نطيعه ولا نكفره؟ لا نكفر أحدا بذنب. ولو قال كل من ارتكب ذنبا معروفا فإنه كافر وقال كل من ارتكب ذنبا أي ذنب فإنه كافر نقول لا فصل في هذا الذنوب متفاوتة. هذا حكم مرتكب الذنب في الدنيا حكمه ماذا؟ يكون ليس بكافر إن كان مما لا يجمع على تحريمه وإن كان مما أجمع على تحريمه ورأى تحريمه وهو حلال فإنه يكفر بذلك. من حرم الرز حرم البر قال البر حرام ولا يا أخي ليس بحرام وما يحرمه قال لا لأنه لم يكن على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الرز ولا وإن كان فهو ما أحل. وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عنهم وندب إلى قتالهم أنهم الخوارج والمعتزلة الخوارج والمعتزلة وهم متفاوتون في هذا لكن حكمهم على المرء في الدار الآخرة سواء وخالد مخلد في النار وأما في الدنيا فهم متفاوتون. وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عنهم وندب إلى قتالهم وذكر الأجر العظيم لمن قتلهم. إذن الذنوب فيها مكفر وغير مكفر فكل ما هو من أنواع الردة فهو مكفر كالشرك والتكذيب بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم والاستهزاء بالرسول أو بالقرآن. وهناك ذنوب اختلف العلماء في كفر فاعلها كترك الصلاة وقوله ما لم يستحله أي لا نكفره بهذا الذنب إلا أن يعتقد حله فإن اعتقد حله كفر
كجحد وجوب الصلاة أو الحج أو صيام رمضان، وجحد تحريم المحرمات المعلوم حكمها بالضرورة من دين الإسلام كتحريم الزنا والخمر لأنه يكون مكذباً للقرآن والسنة المتواترة، وما أجمع عليه المسلمون، ومن اعتقد حل ما حرمه الله مما تحريمه معلوم من دين الإسلام بالضرورة فهو كافر حتى لو لم يفعله، لأنه ليس من شرط ثبوت حتى لو لم يفعله. يقول أنا ما أستصيغ الزنا ولا أعمله، لكن الواحد لو زنى ما يضيره، لو استأجر امرأة يزني بها باستمرار فهذا ليس بكافر ولا يجوز منعه، وهذا حلال. أنت تفعله؟ قال لا أنا تحاشى عن هذا ما أفعله. طيب كيف ما تكفره؟ قال لا هذا حلال، أصل الزنا حلال. يقول إنك حللت ما أجمع المسلمون على تحريمه فهذا كفر، فهو كافر حتى لو لم يفعله، لأنه ليس من شرط ثبوت الردة بالاستحلال فعل المكلف لما استحله من الحرام. أما مرتكب الكبيرة فله حكم في الدنيا وحكم في الآخرة، فحكمه في الدنيا تقدمت الإشارة إليه كما قرأنا، هذا الذي قرأنا، وأن مرتكب الذنوب التي دون الشرك لا يكفر بذلك خلافا للخوارج، بل ولا يخرج من الإيمان خلافا للمعتزلة، بل هو مؤمن ناقص الإيمان. أما حكمه في الآخرة مؤمن مسلم لكنه ناقص الإيمان، وأما هذا في الآخرة. وأما في الدنيا فيقال عنه إنه ينتظر فيه، إن مات على هذا كفرنا، وإن رجع عما هو عليه أسلم اعتبرناه مسلما وتائبا. أما مرتكب الكبيرة فله حكم في الدنيا وحكم في الآخرة، فحكمه في الدنيا تقدمت الإشارة إليه، وأن مرتكب الذنوب التي دون الشرك لا يكفر بذلك خلافا للخوارج، بل ولا يخرج من الإيمان خلافا للمعتزلة، بل هو مؤمن ناقص الإيمان. أما حكمه في الآخرة فأهل السنة والجماعة يقولون إنه تحت مشيئة الله، إن شاء غفر له ولم يدخله النار، وإن شاء عذبه ثم أخرجه من النار برحمته وبشفاعة الشافعين من أهل الطاعات، ولا يكفر بذلك خلافا للخوارج. الخوارج كفروا، علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قالوا إنه حكم الرجال في شيء ما يسوغ أن نحكمهم فيه، وهذا ليس بكفر ولا فيه تحكيم للرجال، وإنما أخذ بالكتاب والسنة. والله جل وعلا قال عن الرجل إذا قتل حمامة أو كذا أو غيرها من حيوان البر، قال يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين. فهم كفروا عليا بناء على أن ما فعله كفر وليس بكفر، هذا خطأ وجهل وضلال. وسماهم الرسول صلى الله عليه وسلم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، والرسول صلى الله عليه وسلم شاهد لعلي بالجنة، فلا يمكن أن يشهده الرسول بالجنة ثم يموت كافرا أبدا أو يكفر في الدنيا أبدا، معصوم من هذا بإذن الله، لأن شهادة الرسول صلى الله عليه وسلم تمكنه من الإيمان، فهو لم يشهد لأي واحد، شهد لمن يعلم عليه الصلاة والسلام أنه يموت مؤمنا. أما حكمه بالآخرة فأهل السنة والجماعة يقولون كذا، ولا يخرج عن الإيمان خلافا للمعتزلة، بل هو مؤمن ناقص الإيمان. هذا صاحب الكبير يقول له
نسميه مؤمن ناقص الإيمان. عند المعتزلة فاسق، ليس بمؤمن ولا كافر، بمنزلة بين منزلتين. عند الخوارج كافر، عند أهل السنة والجماعة بين مؤمن أو مسلم ناقص الإيمان. نحن نكفر أحدا بمجرد تكفير الخوارج والمعتزلة. أما حكمه في الآخرة، أما حكمه في الآخرة فأهل السنة والجماعة يقولون إنه تحت مشيئة الله، إن شاء غفر له ولم يدخله النار، وإن شاء عذبه ثم أخرجه من النار برحمته وبشفاعة الشافعين من أهل الطاعات. صاحب الكبيرة حكمه بالآخرة تحت مشيئة الله. قد يكون أخوان يشتركان في كبيرة من الكبائر، يشتركان في كبيرة من الكبائر، أحدهما يدخل الجنة مع أول وأهله، والثاني يدخل النار ثم بعد تطهيره في النار يدخل الجنة. لما؟ الأول إما لأن له حسنات كثيرة، أو لأن له مقام عظيم قامه في الإسلام، وإما لكذا وإما لكذا. والثاني لم يكن له حسنات كثيرة، وما قلبت حسناته على سيئاته فأدخل النار. فالمشيئة مشيئة الله جل وعلا، يدخل من شاء في رحمته ومن شاء يعذب. وهذه المشيئة من شاء، مشيئة الله. وتحت مشيئة الله إن شاء غفر له ولم يدخله النار، وهو يزني أو يسرق أو يعمل أشياء محرمة، لكنه غفر الله له لذنوبه، ذنوبه كلها، لأن له مقام شريف قامه في الإسلام. وإن شاء عذبه ثم أخرجه من النار برحمته وبشفاعة الشافعين من أهل الطاعات. نعم. وقوله وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هذا القيد قد يكون له مفهوم، وأن حكم أهل الكبائر مختص بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأهل الكبائر من الأمم الماضية ليس عندنا في حكمهم دليل، إنما النصوص الصريحة جاءت في شأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ففي الحديث الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإني أخبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. فهي أنا اختبأت وأخرت، جعلت حقي من الدعوة هذه بأني أشفع لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. يشفع للأمة العصاة أم الأتقياء؟ بل العصاة، ولا يحتاجون هذه الشفاعة،